الأصل أنا كنت معلمة في سلك التربية والتعليم، تخصص رياضيات. بالإضافة للتعليم يعني كان عندي هوايات مختلفة، من بينها اللي هي شغل الصوف والكروشيه. أنا من النوع يعني اللي كنت أحب أتعلم أي شيء، فنمت معي هاي الموهبة. لما كبرت وتجوزت صرت أنا أشتغل لأولادي، طبعا يعني الأشياء الشتوية ما كنت أحتاج أني أشتريهم من برا، كله كان طبعا من شغل إيدي. ونمت الفكرة يعني أني صرت مثلا لهدايا لأصحابنا لمعارفنا لإشي زي هيك وللمعلمات اللي عندنا. الصراحة الكل شجعني، الكل لأنه كان مبسوط يعني من مجال شغلي. طرأت في فكري اللي هي الدمى اللي هي الأميغو مرومي. الأميغو مرومي يعني إنه كثير بتفيد الأطفال وبتفيد الأهالي كمان، لأنه إلها يعني الفائدة بالاتجاهين. الاتجاه الأول إنها مش مؤذية، طبعاً زي ما رح تشوف الألعاب إنها بالصوف فيش فيها أدوات حادة، ما بتنكسر، يعني ممكن إنها تستمر لفترة طويلة. يعني الألعاب اللي في السوق ممكن يشتروها يوم يومين تقعد أسبوع، فالطفل يعني إلا يكسر إلا يخرب، هاي لا يعني بتدوم لفترة طويلة. وإشي ثاني إنه لو اتسخت أو إشي زي هيك ممكن إنها تنغسل عادي في الغسالة زي أي ملابس صوفية، يعني بحطوها على الول فبتنغسل وبتطلع نظيفة وجديدة. يعني أنا طبعا احنا يعني بالنسبة لي يعني اشتغلت ألعاب مختلفة مش على وتيرة واحدة، وكل لعبة لها ديزاين مختلف عن الثاني، فالحمد لله. يعني أولادي كمان فترة الكورونا حكوا لي ليش يعني ما تفتحي أونلاين، يعني مدام إن الكل حب شغلك والكل برغب فيه والكل بثني عليه، فليه يعني ما نفتح لك صفحة أونلاين. وفتحنا فعلا يعني، وهي لكت رواج كبير الصراحة، يعني على مش بس مستوى فلسطين، على مستوى برا. فالحمد لله يعني إنه صار شغلي ما بوقف، وهذه نعمة من رب العالمين. في نفس الوقت يعني إنه ما بحتاج إلى محل خاص، إن أنا بشتغل وأنا في البيت وأنا قاعدة، ممكن وأنا قاعدة بين أولادي وأنا قاعدة عند التلفزيون بس. وبالتالي إني أنا بستغل باعتباري إني أنا هلا خلصت التدريس، مهنة التدريس، فأنا يعني بستغل وقتي بإني أنتج هاي الشغلات. أي لعبة بدي أشتغلها يعني هم بطلبوا بالحجم، مثلا بحكوا لي بدي 70 سنتي، أوكي على العين والرأس. يعني أنا بتقيد بطلباتهم بالألوان بالحجم بالشكل بكل شيء. حين يعني الأونلاين يعني سهل كثير على الناس، بتوصل الطلبات وين ما، مثلا لنابلس، رام الله، قلقيلية، الخليل، بيت لحم وكراها، كلهم يعني بيجوا بطلبوا. فالحمد لله بوصل لهم وين ما بدهم لباب البيت. حتى يعني في ناس بيكونوا بدهم يسافروا برا على ألمانيا، على فرنسا، على الولايات المتحدة، كلهم أجوا أخذوا طلبات مني وحملوها معهم، دليل على هذا إنهم كديش مبسوطين من شغلي. والحمد لله هذا إشي يعني بيبسطني وإشي بيريحني.